اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، والنهاردة هعمل لكم انبوكسنج لاخر تمثالين اميبو نينتندو نزلته. تماثيل اميبو ديت بتبقى مش معمولة بس لشخصيات نينتندو، ولكن كمان للشخصيات من العاب تانية بتكون الالعاب ديت نزلت على اجهزة النينتندو، او زي النهاردة الشخصيات ديت نزلت على لعبة سوبر سماش براذرز. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش معانا في القناة يا ريت تدعمونا بانكم تعملوا سبسكرايب. اول تمثال معانا النهاردة هو شخصية هيرو من لعبة دراجون كويست. زي ما انتم شايفين كده هي العلبة بتيجي، يعني مفيش فيها حاجات كتيرة، هي بس بيبقى فيها الكارت اللي ورا ده. ناس كتيرة لما بتفتح العلب بتحتفظ بيه وبتعرف تفتح العلبة من غير ما تبوظه. انا مش هعمل كده، انا هفتحه على طول. بسم الله. مبيجيش اي حاجة معاها، يعني العلبة هي بس فيها الشخصية. ده ايه؟ كتالوج، مش مهم. ادي الشخصية اهي. اكتر حاجتين مميزين من وجهة نظري هو التفاصيل طبعا اللي معمول بها الشخصية، وبالذات في السيف وفي الدرع اللي الشخصية ماسكاه، والهدوم بتاعته كمان، وبالاضافة لكده الالوان بتاعت التمثال حلوة قوي، بالذات الكونتراست اللي ما بين الازرق واللون الذهبي، يعني اضافة حلوة الصراحة. تاني تمثال معانا هو شخصية جوكر من سلسلة بيرسونا. نفس القصة برضو، مش هنحتفظ بالكارت، نفتح العلبة على طول كده. ده ايه ده؟ ايه روعة دي؟ برضو في كتالوج تحت ملناش دعوة بيه، وادي اهو. ده بقى تمثال قليل الادب، يعني سواء كان الايفكت المعمول من تحت رجلين الشخصيه، الحركه بتاعت البلطو بتاعه، الماسك اللي على وشه، حتى حركه ايده ماسكه السكينه، يعني ده برضو مكانه حلو قوي على الحيطه. ودول كده الشخصيتين جنب بعض، يعني هما مختلفين بس في نفس الوقت الصراحه الاتنين معمول فيهم شغل جامد قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا مع السلامة.